في دليل إرشادي الصغير هذا سنوضح لك كيفية إجراء المعاملات باستخدام توكينات سبلت. يرجى الانتباه إلى أنه من أجل تلقي المعاملات يجب أن تمتلك كوينات سمارت في رصيد محفظتك. افتح محفظتك وابحث عن سبلت في الشاشة الرئيسية وانقر عليه. لإرسال التوكينات انقر على زر سند. أدخل عنوان المحفظة التي تريد إرسال التوكينات إليها ومبلغ المعاملة، ثم قم بتأكيد الإجراء. بعدها تفتح نافذة وشاشة جديدة تظهرك رسالة تشير إلى إتمام المعاملة بنجاح. لتلقي كوينات سبلت انقر على زر ريسيف. على الشاشة التي تفتح سترى عنوان محفظتك الذي يمكنك نسخه بالإضافة إلى العنوان على شكل QR كود. يمكنك نسخ العنوان وQR كود بمجرد النقر عليهما. يمكنك أيضا كتابة عدد التوكينات المراد استلامها على الفور وإرسال QR كود إلى المرسل. عندما يقوم المستخدمين بمسح QR كود سيظهر المبلغ المطلوب على شاشته على الفور. كما ترى كل شيء سهل للغاية حتى الآن. نود تذكيرك إلى أن أي معاملة صادرة بسبلت كوين ولو كان توكن واحد من أصل 1000 تصفر عمر كل التوكينات. إذا ظهر لديك أي استفسار أو سؤال يرجى التواصل مع خدمة الدعم. نسعد دائما بخدمتك ومساعدتك ونتمنى لك عملا مثمرا.